مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، إليكم نشرة فصل الخريف، النشرة المناخية لفصل الخريف على الأردن. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع. في البداية نلاحظ أن هذا اللون الأصفر وموجود المملكة ضمن اللون الأصفر، وهذا تمثل وجود حالات متباعدة من عدم الاستقرار الجوي خلال النصف الثاني من الخريف، لا يستبعد أن يكون بعضها متطرف وتؤدي إلى أمطار غزيرة أحيانا. أما بالنسبة للأمطار فبنلاحظ أيضا أن المملكة تغطى باللون الأصفر، واللون الأصفر يمثل أمطار أقل من المعدل في فصل الخريف على المملكة وأيضا في الدول المجاورة بما فيها شرق تركيا وشمال السعودية والعراق وغرب وإيران أيضا. أما بالنسبة لدرجات الحرارة فنلاحظ درجات الحرارة أعلى من المعدل ويمثلها اللون الأحمر، والمملكة تقع ضمن دائرة اللون الأحمر، وبالتالي يتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل في المملكة وأيضا بعض الدول المجاورة غرب مصر ومنطقة بلاد الشام وشمال السعودية وشرق تركيا وأيضا شمال المملكة العربية السعودية وأجزاء من إيران. أيضا بنلاحظ أنه في هذا الموسم هناك احتمالية لتطور ظاهرة اللانينا، وهي انخفاض درجات الحرارة في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادي، وهنا الاحتمالية حوالي 70%. هنا تنخفض درجات الحرارة في المنطقة الاستوائية الشرقية المحيط الهادي وأيضا تنخفض في المنطقة الغربية. هذه لها تأثيرات مناخية على أجزاء من الكرة الأرضية، منها انخفاض درجات الحرارة. أما بالنسبة لمنطقتنا تزداد الأمطار في منطقة المغرب العربي وتقل الأمطار في منطقة المشرق العربي. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع